النهارده هنتكلم عن الدوري الانجليزي، ولما بنتكلم الدوري الانجليزي نتكلم على ديربي قوي جدا ما بين ليفربول ومانشستر سيتي. الحقيقه ونجاح كبير جدا لنجمنا محمد صلاح اللي حول الدفه. كل الناس قبل المباراه كانت بتتكلم على هالاند، هالاند هيرجع للتهديف، هالاند هالاند هالاند. ويمكن في لقطه عجبتني جدا جدا في تحدي محمد صلاح، اولا لنفسه وثانيا بيبعت رساله واضحه جدا جدا ان انا لسه موجود بعد احرازه الهدف. ويعني ما فيش ابتسامه، في جديه في وش بيدل على يا جماعه انا موجود، انا محمد صلاح اللي بكسر الارقام القياسيه. هالاند ما فيش شك لعيب كبير وهداف كبير، ولكن محمد صلاح في هذه المباراه اكيد هنتكلم بالتفصيل على محمد صلاح وهذه المباراه بالاخص، لكن اللي انا شفته وانطباعي ان محمد صلاح كان في قمه تركيزه، من افضل اللعيبه على مستوى ال 22 لعيب في الملعب. كمان ربنا توج جهوده بهدف، وهدف الفوز في هدف اكتر من رائع، بيفكرنا يعني خلاص عوده صلاح للتالق، عوده صلاح للتهديف. لكن كان مهم جدا جدا لمحمد صلاح، وكمان مهم جدا لليفربول.